إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن مسرفين هما أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بعباد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهي يتحاشون في النار. فيقول الضعفاء قل الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل تمرون عنا نصيبا من النار؟ الذين سفروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء لذلك. وسبح بحمد ربك بعشي والإبكار.